وللحديث عن استغلال رئيسي النظام السوري بشار الأسد وحلفائه لمآسي الشعب السوري خدمة لمصالحه، ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية الإعلامي السوري مصطفى نعيمي. حياكم الله أستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ مصطفى. نبدأ من الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة يوم الأربعاء في محافظة دير الزور، يعني ما دلالة هذا الاستهداف؟ وهل صحيحة المعلومات التي تشير إلى أن هذه الاستهدافات لربما يعني تأتي لاستهداف الميليشيات الإيرانية بالذات التي تهرب أسلحة إلى تلك المناطق؟ نعم، حتما، فالاستراتيجية الدولية في الداخل السوري ما زالت بذات السياق، بحيث تستهدف فائض القوة الإيرانية ضمن سياسة جز العشب، حيث تعمل إسرائيل وكذلك أيضا الجانب الأمريكي على استهداف شحنات الأسلحة، وهنالك تعاون استخباراتي كبير يجري اليوم ما بين الجانبين بخصوص المعلومات وتمريرها من وإلى الجانب الإسرائيلي. لذلك أعتقد بأن مسار العمليات سيتجه صعودا، خاصة بعد أن أثبتت بعض يعني بعد عمليات الرصد والسطع الجوي التي تجري في المنطقة بأن إيران تعمد على إرسال الأسلحة مع المساعدات الإنسانية أو الغذائية المتوجهة من داخل العراق باتجاه الداخل السوري. يعني هذا الموضوع، موضوع نقل الأسلحة، كان أو يبدو ليس بجديد، ولكن الآن ما هو الضرر الحاصل من يعني إدخال هذه الأسلحة عن طريق المساعدات؟ أي ضرر سيعود على السوريين من هذا الموضوع أيضا؟ إعادة التموضع والانتشار الإيراني في داخل الجغرافيا السورية أعتقد بأن أحد أهم الأسباب، وهي تعزيز النقاط العسكرية التي تسيطر عليها إيران، لا سيما أن هنالك مشروع إيراني من أجل تعزيز القدرات العسكرية وإنشاء أحزمة أمنية في محيط مطار حلب بوجه التحديد الذي تم قصفه أيضا قبل يومين. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار مشروع التنافس بين كل تلك القوى في الداخل السوري، لا سيما إيران وإسرائيل، من حيث أن إيران تسيطر على البر وإسرائيل تقوم برد مباشر على تلك التموضعات الجديدة. لكن عمليا السيطرة الإيرانية على هذه النقاط الاستراتيجية أعتقد من الممكن أن تكون بوابة من أجل تهريب الأسلحة من وإلى المطارات وكذلك أيضا الطرق البرية، وصولا إلى تعزيز قدرات هذه المصدات الأمنية والعسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا في الداخل السوري، لا سيما في مدينة البوكمال قاعدة الإمام علي التي تعتبر أهم القواعد العسكرية التي أنشأها زعيم ميليشيا فيلق القدس المغدور قاسم سليماني الذي تم قتله في عملية البرق الأزرق في الداخل العراقي. وبالتالي نحن نتحدث عن استراتيجية دولية لمواجهة إيران في الداخل السوري يدفع ثمنها الإنسان السوري المتواجد في مناطق السيطرة أو النفوذ الدولية المتعددة، وبالتالي استمرار عملية الاستنزاف للجانب الإيراني يدفع ثمنه سوريا، بينما الجانب الإيراني يستثمر ذلك من خلال إبعاد الضربة العسكرية الموجهة باتجاه ميليشياته في العمق الإيراني بدلا من استهدافها خارج نطاق خارج الجغرافيا الإيرانية. يعني يبدو أن إيران ليست الوحيدة التي لربما تكون متآمرة على الشعب السوري، وإنما هناك حديث عن الأمم المتحدة، تواطؤ أممي بتوظيف بعض يعني المتصلين مباشرة بالنظام السوري في مكاتب الأمم المتحدة. أتحدث هنا عن توظيف ابنة رئيس المديرية العامة للمخابرات حسام لوقا رغم العقوبات المفروضة على والدها. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر برأيك؟ يؤشر إلى أن هنالك خلل كبير داخل منظومة الأمم المتحدة يجب معالجته قبل فوات الأوان، وبالتالي نحن نتحدث عن مسؤولية تراتبية في مجلس الأمن وكذلك أيضا في الدول العالم بشكل عام. لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا مجرم مطلوب على لوائح المجرمين الذين قاموا بتنفيذ مجازر بحق الشعب السوري، ولا يجب على هذه المنظمات الدولية أن تقوم بتوظيف
ابنته التي أيضا هي مدانة، من حيث أن والدها يشرف على كل تلك المجازر التي جرت وما زالت تجري حتى هذه اللحظة في داخل الجغرافيا السورية، سواء كان من خلال تقديم الدعم اللوجستي المقدم للأذرع الولائية المنتشرة في الداخل السوري، أو حتى عمليا في تسهيل دخول ووصول هذه الميليشيات من الحدود العراقية باتجاه الداخل السوري. وهذا ما نشاهده اليوم، ليس وليد اللحظة وإنما على مدار 12 عاما، وما زال المشروع الإيراني مستمر بذات السياق، وما زال النظام السوري يقدم له الدعم اللوجستي. وبالتالي مسؤولية المجتمع الدولي تراتبية، يجب أن يكون هنالك حسم لتلك الملفات العالقة التي من شأنها ساهمت بشكل أو بآخر عمليا في يعني تشويش الرؤية لدى المتابعين الدوليين لما يخص يعني العمل في إدارة الكوارث، لا سيما في الداخل السوري ومع كارثة الزلزال والكوارث الأخرى التي ما زالت معلقة حتى لا هذه اللحظة، لا سيما مقررات مجلس الأمن والقرار 2254 والذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ليس للأسد دور فيها، وما زال القرار معطلا منذ قرابة طيب. 7 سنوات وحتى هذه اللحظة. نعم، تصرفات الأمم المتحدة بأحيانا التواطؤ أو حتى التستر وربما أيضا التقاعس عن أمور جدية أو يجب حسمها مع النظام، ويعني يجب على الأمم المتحدة أن تكون جدية في هذه الملفات، برأيك إلى أي مدى ساهم في إطالة أمد المأساة السورية بالشعب السوري؟ الأحمر السوري حيث يدعي أنهم أرسلوا مساعدات أممية من داخل السوري أو داخل مناطق النفوذ النظام السوري، وذلك عبر الخطوط باتجاه مناطق المعارضة. ونحن نتحدث اليوم بعد مرور قرابة الشهر حتى تم إرسال تلك المساعدات، فإذا عمليا نتحدث عن أن هنالك مسؤولية على الأمم المتحدة لم تقم عمليا بمتابعة المساعدات الأممية التي دخلت من مناطق نفوذ النظام السوري باتجاه مناطق الأخرى ومناطق النفوذ الدولية. هنا تحدث هنالك مناطق نفوذ للسيطرة للمعارضة السورية، وكذلك أيضا هنالك قوات سوريا الديمقراطية أيضا، فهذه المناطق لا تخضع لسيطرة النظام السوري، وبالتالي المساعدات التي أرسلت والجسور الجوية من المفترض أن يتم توزيعها وفق الأولويات والمناطق المتضررة أكثر، لكن النظام السوري يستثمر في ذلك من خلال تصوير المباني التي قام بتدميرها في حلب وغيرها على أنها مناطق تأثرت بسبب الزلزال، لكن حقيقة الأمر هي تأثرت بسبب الصواريخ الارتجاجية التي كان يقصف بها المدنيين، وكذلك أيضا سلاح الجو الروسي الذي كان يقصف المدنيين في حلب، وقام بتهجير مليون أو مليون النصف قام بتهجيرهم نتيجة الأعمال العدائية المستمرة على مدار 4 أو 5 أعوام الماضية، وما زالت حتى هذه اللحظة هنالك الكثير من الخروقات سواء في ريف حلب الغربي أو الشرقي، وصولا إلى باتجاه مدينة محافظة إدلب أيضا هنالك مجموعة من الخروقات تجري حتى هذه اللحظة بالتزامن مع الزلزال، كان هنالك خروقات لقوات النظام السوري أيضا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الإعلامي السوري مصطفى النعيمي عبر سكايب من الريحانية، شكرا جزيلا لك.